هنبدأ، معلش نشرح بقى مثال من جديد بس عشان بس يبقى الفيديو متكامل مع بعضه، ما بقاش بس قطعناه من نص. يعني المسألة بتاعتنا ديت بيحاول يوديك هنا، ورينا منظومة فيها أكتر من جزء فيه كيناتيك انرجي. مطلوب مننا نصمم بريك سيستم أو نحسب الطاقة المطلوبة للبريك سيستم اللي بناء عليها هناخدها بعد كده في حسابات عشان نكمل السيب بعد كده خطوة بعد كده بتاع المحاضرة اللي بعديها إن شاء الله. بيقول لك عندك هنا في ماث نفسها او سوري كتله، مثلا ماث عندنا بالنسبه لي كتلتها عباره عن 2.5 طن او 2500 كيلو جرام، بتتحرك لاسفل، بتنزل لاسفل بسرعه خطيه قيمتها 1.5 متر بير سكند. الواير نفسه دوت موجود على درام بريك موجود عندي هنا، بديك القطر بتاع الدرام ده عباره عن 1.5 متر. الماس نفسها كتله الدرام دي عباره عن 50 كيلو جرام، مدينا في نفس الوقت radius of gyrations بتاعتي عباره عن 7.1 متر، او الكي بتاعتي عباره عن 7.1 متر. بيقول لك لما هيعمل ابلايد للبريكنج سيستم بالنسبه لي دوت، مطلوب ان الماس دي تقف بعد مسافه نص متر. يعني مجرد اعمل بريكنج للسيستم او اعمل اكتيفيشن للبريكنج سيستم، الكتله دي اللي هي نازله تحت دي مجرد عملت بريكنج بالسيستم بعد نص متر تتوقف تماما. مطلوب بقى ان انا احسب القوه او الطاقه المطلوبه بتاعت البريكنج بتاع عملت اوبزيربت للطاقه ديت، طاقه الحركه الموجوده عندي. المطلوب الثاني احسب التورك كاباسيتي بتاع البريكنج سيستم دوت. نبدا نطلع زي ما قلنا كده عشان نتعامل مع اي مساله بالنسبه لنا بسهوله، اطلع الداتا من وسط الكلام ده كله عشان يبقى مركز بس في الايه الارقام اللي موجوده معايا. الجيفن داتا عندي، عندي ماس كتلتها 2500 كيلو جرام، يبقى عندي هنا الام ب 2500. السرعه الانيرشيا بالنسبه لي اللي كانت بتتحرك بيها عباره عن 1.5 متر بير سكند. الفي 2 ايكوال 0 ان هو عايز بعد ما بتعمل بريكنج بعد نص متر تتوقف تماما، فتتوقف يعني الفي 2 بتساوي 0. ده بالنسبه للماس اللي بتتحرك لينير موشن. نيجي بعد كده للدرام، بيحصل له عمليه روتيشن. الدرام بقى الداتا بالنسبه لي عندي هنا، الماس بتاعت الدرام بالنسبه لي عباره عن 50 كيلو جرام، الريديوس اوف جيريشن بالنسبه لي عباره عن 7.1 متر. المسافه اللي هيتوقفها الدرام بعد نص متر هايت ارتفاع للكتله، الكتله اللي اتحركت دي، بحيث لما هتنزل هتنزل مسافه نص متر، الاتش دي هتستخدم معانا بعد كده في الحسابات. الدايمتر بتاع الدرام عندي عباره عن 1.5 متر للدرام بريك بالنسبه لي. دي تعتبر الجيفن داتا اللي موجوده عندي في المساله اللي بناء عليها ابدا اشتغل معاها بعد كده. قلنا بنبص للمنظومه بتاعتنا دي، هلاقي المنظومه دي فيها اكتر من كيناتيك انرجي موجوده عندي. اول حاجه بالنسبه للجزء الكتله اللي بتتحرك لينير موشن بالنسبه لي، الكيناتيك انرجي بتاعتها تيجي بسهوله جدا بالقانون بتاعنا، عباره عن نص ام في سكوير. بس طبعا عندنا هنا في 1 وفي 2. طبعا في 2 بالنسبه لي ان هو عايز يوصل مرحله الستوب، فV2 بالنسبه لي ايكوال 0. الV1 هو اوريدي مديها لي عباره عن 1.5 متر بير سكند، يبقى الكيناتيك انرجي بتساوي نص في الماس في الV1 سكوير ماينس V2 سكوير، يطلع الكيناتيك انرجي ايكوال 2812 جول. الدرام نفسه نتيجه ان الكتله دي بتتحرك لتحت، الدرام نفسه عشان طريقه الواير اللي موجود فيه متثابت فيه كله، فالدرام هيلف معايا. درام ليه نص قطر وليه ويت، هيتولد فيه كيناتيك انرجي، بس هيبقى عباره عن ايه؟ روتيشن كيناتيك انرجي، فقط وحركه بس دورانيه بالنسبه لي. عشان استخدم القانون بتاعها، القانون بتاعها عباره عن نص ام كي سكوير اوميجا 1 سكوير ماينس اوميجا 2 سكوير. اوميجا 2 سكوير سهله كده كده عشان هيقف اوميجا 2 بزيرو. طب اوميجا 1 هنجيبها ازاي؟ الداتا اللي موجوده عندي في المساله بتقول لي ان الكتله هتتحرك حركه خطيه عباره عن في 1، يبقى الاوميجا 1 بالنسبه لها عباره عن ايه؟ احنا قلنا الفي الانجلر سوري اللينير موشن بتساوي الاوميجا في اوميجا ار، يعني الفي بتساوي اوميجا ار انجلر فيروستي في الريدس بتاعتها. طب انا عندي الانجلر سوري عندي اللينير موشن موجوده عندي، او اللينير فيروستي بالنسبه لي موجوده عباره عن في موشن موجوده عندي في 1، وعندي نص قطر الدوران بتاع الدرام نفسه. فبناء على الاثنين اقدر احسب من خلالهم الاوميجا 1 بتاعت السيستم بتاعي. يبقى اوميجا 1 بتساوي ال V1 مقسومه على الدي على 2 على اساس ان هو مديك بس ايه الدايمتر بتاع الدرام بالنسبه لي. يطلع في النهايه ان الاوميجا 1 بتساوي 2 ريت بير سكند.
مجرد تعويض مباشر فيه عندي في الايكويشنز بتاعتي، يبقى عندي هنا نص ام والكتله عندي هنا ب 50 كيلو جرام بتاعت الدرام نفسه، الكي هو مديها لي 7/10، عندي الاوميجا 1 حسبتها من الخطوه اللي قبليها، يبقى كده كل الداتا عندي اوميجا 2 بتساوي 0، اوميجا 2 بتساوي 0 عشان هيحصل لها عمليه الاستوب في النهايه. يبقى الكيناتيك انرجي بتاعت الدرام اقدر احسبها تطلع عباره عن 49 جول. طيب ايه تاني عندي؟ الكتله نفسها، الماس نفسها، الويتس نفسها لما اتحركت في عندي بوتنشال انرجي اثرت معايا في الشغل بتاعي. احنا عارفين طبعا الطاقه الميكانيكيه عباره عن كيناتيك وبوتنشال، فانت كيناتيك انرجي حسبتها لازم تضيف عليها طبعا بتقل معاك الكيناتيك انرجي، في نفس الوقت البوتنشال انرجي بتزيد، يعني هما الاثنين عكس بعض. هما الاثنين نيجي نبص كده، عندي هنا بوتنشال انرجي بالنسبه لي كده بتساوي ام في جي في اتش، حيث الام عباره عن الماس نفسها الكتله اللي بنتكلم عليها، الجي عجله الجاذبيه، الاتش المسافه الراسيه اللي اتحركتها بالنسبه للمنظومه بتاعتي. عندي الماس قلنا 2500 كيلو جرام، الجي 9.81، الاتش عباره عن نص متر، مجرد ضربهم في بعض تطلع قيمه البوتنشال انرجي نتيجه حركه الماس بتاعتي المطلوبه بالنسبه لي تطلع 12262 جول. انا مطلوب بقى عشان اعمل بريكنج سيستم لازم اعمل بريكنج سيستم، اعمل ابزورب لكل الكينيتيك انرجي اللي موجوده عندي هنا في السيستم ده، كل الانرجي كلها سواء كينيتيك انرجي او بوتنشال انرجي في الحاله دي. يبقى التوتال انرجي في الحاله دي المطلوبه عندي توتال انرجي ابزورب بالنسبه للبريكنج سيستم، اول حاجه الكينيتيك انرجي بتاعت الكتله وهي بتتحرك حركه خطيه لاسفل، زائد الكينيتيك انرجي بتاعت الجزء بتاع الدرام اثناء الروتيشن، بلس البوتنشال انرجي بتاعت الكتله نفسها بتاعت اللي احنا معلقه عباره 2500 كيلو جرام، يطلع في النهايه ان التوتال انرجي عباره عن 15124 جول. يبقى ده يعتبر مطلوب بالنسبه لي، المطلوب الاولاني اللي ايه كان مطلوب عندي في المساله بتاعتي. المطلوب الثاني عندي هنا بعد كده ان انا احسب البريكنج تورك او تورك كباستي المطلوب تصميمه للمنظومه بتاعتي دي. قلنا التوتال انرجي بتساوي التورك كاباستي في الانجل بتاع البدرام اللي هيتحركها، بمعنى ايه؟ ان هو حول بعد كده المسافه اللي هتحركها الدرام، يعني الطاقه دي في الاخر بتساوي التورك اللي موجود في الانجل دي في النهايه، بحيث في الاخر ايه يتساوي مع بعض. طيب الاي او التوتال انرجي خدمناها من الخطوه اللي قبل كده، السيتا اجيبها ازاي؟ احنا لو رجعنا للشكل الاولاني خالص بتاع الشكل بتاعنا دوت هنا، لما ده اتحرك حركه خطيه لتحت، لما اتحرك كده نص متر الدرام نفسه دوت هيتحرك بزاويه معينه، دي احنا عايزين السيتا دي. السيتا دي اصلا بتساوي ايه؟ احنا عارفين اصلا الطول بتاع الكيرف ده بتساوي نص قطر في زاويه سيتا. متخيلين كده؟ لو هنا مثلا مشيت مثلا سيتا معينه، يعني انا المسافه اللي انا مشيتها عباره عن نص متر، يبقى النص عباره عن جزء المحيط بتاع الجزء اللي هيمشيه الدرام بالنسبه لي. النص متر ده بيساوي لي ايه بالنسبه لي؟ بيساوي سيتا مضروبه فيه نص قطر الدوران بتاع الدرام بالنسبه لي هنا. طيب نبدا نحط عندي كده، يبقى عندي كده سيتا عندي هنا مضروبه فيه نص قطر الدرام، يطلع لك قيمه القوس او المحيط المناظر بالنسبه لي عباره عن الاتش اللي هيتحركها الجسم الاسفل. يبقى السيتا في الدرام ريدس بالنسبه لي بيساوي نص متر. يقدر من هنا بسهوله خالص اقدر احسب قيمه السيتا اللي انا عايز اطلعها في النهايه، تطلع عباره عن نص متر اللي هتحركها الكتله اللي اسفل مقسوم على نص قطر الدرام عباره عن 75%، يطلع الزاويه اللي عايزينها عباره عن 66% ريد. يبقى عندي هنا البريكنج تورك او تورك بس المطلوب بالنسبه لي بيساوي التوتال انرجي مقسومه على السيتا اللي حسبتها، يطلع عندي عباره عن 22686 نيوتن متر. يبقى هو ده الطرق اللي احنا عايزين ناخده بعد كده عشان نبدا نصمم بيه المنظومه سواء الميكانيكيه او غير كده اللي تغطي لي الطاقه اللي انا عايز اعمل لها ابزوربد للسيستم بتاعي. لحد كده في حد عنده اي مشكله، حاجه مش واضحه محتاجه توضيح؟ نسمع الشباب. تمام يا دكتور مش مشكله. وفي ده يعني في اي اشكال تانية للمسائل من النوع ده مثلا عشان الواحد حب ابعت لكم شيت كده او ابعت لكم مساله كده تحلوها، ابعت لكم شيت برده كده اديك شويه مسائل محلوله برده بص عليها، او اظبط مع المهندس خالد لسه الاول بحيث في السكشن بس يظبط معاكم كام مساله كده برده تحلوها كافكار جديده ثانيه، وفي مساله في الاساينمنت مطلوب تحلوها برده هديكم لها ديت بحيث ترفعوها في اي وقت بعد كده. ماشي؟
هو الخلاصه بتاعت الموضوع عشان ما نتشتتش، البريكنج سيستم هدفه الاساسي ازاي تحول الطاقه اللي موجوده في المنظومه بتاعتك دي لطاقه حراريه عن طريق الايكويشن اللي حسبناها. لو الجسم بيتحرك يبقى عندك فيه كايناتيك انرجي، لو احيانا في جسم بيسقط يعني زي المصاعد مثلا حاجه زي كده بيتحرك حركه راسيه، بتخش معاك البوتنشال انرجي في الشغل بتاعي وتضاف على الكايناتيك انرجي المتولده في السيستم بتاعي دوت. معايا كده يا جماعه؟ تمام. يعني الايكويشن كلها هم عباره عن ثلاثه ايكويشن بس اللي عاملين نلعب فيهم. الكايناتيك انرجي عباره عن نص ام في سكوير 1 ناقص في 1 في 2 سكوير. القانون الثاني بتاع الاي اوميجا اي سوري الاي اوميجا 1 سكوير ماينس اوميجا 2 سكوير، او النص ام كي سكوير في اوميجا 1 سكوير ماينس اوميجا 2 سكوير. اخر قانون خالص طبعا لو تخطط الوضع بالنسبه لنا طبعا ام جي في اتش، القانون بتاع اللي بنحسب من خلاله البريكنج تورك عباره عن التوتال كايناتيك او توتال انرجي ابزورد المطلوبه بالنسبه لنا بتساوي البريكنج تورك او التورك كاباسيتي مضروب في السيتا بتاعت الدرام اللي بيمشيها قد ايه. هم عباره اربع قوانين بس، هم دول تقريبا الخلاصه بتاعتنا في البدايه او في الجزء ده اللي بنبني عليه، ابدا من خلالهم اخش على المرحله الجايه بتاعت المحاضره الجايه ان شاء الله. في دي مساله بالنسبه لكم هشرحها لكم برده بسرعه عشان بس تبقوا فاهمين بس الاساينمنت عباره عن ايه بالنسبه لكم. هنا بقول لك عندك عربيه باربع عجلات، مديك الوات الماس بتاعتها، توتال الماس بتاعتها عباره عن 1000 كيلو جرام. بيقول لك العجلات دي طبعا انت ما بتبقى ماشي مثلا بسرعه، العجل نفسه بيلف فيه برده زي ما بقول لك في اجزاء بيبقى فيها مومنت اوف انرشيا، عندك في جزئين، في عندك كتله بتتحرك حركه خطيه، وفي نفس الوقت العجل نفسه بتاع العربيه بيتحرك حركه دورانيه، فالاثنين فيهم كايناتيك انرجي بالنسبه لك، بس واحده لينير واحده انجولر. اوكي، مديك الداتا بتاعت الجزء ده ومديك الداتا بتاعت الجزء الثاني. تمام، هنا الكتله بتاعت العربيه، مديك المومنت اوف انرشيا بتاعت كل عجله عند الترانسفير اكسل بالنسبه لها عباره عن نص كيلو جرام متر سكوير، مديك الرولينج ريزيستنس نص قطر الدوران بتاعت العجل 35 من 100 متر، مديك الترافلنج ديستانس بتاعتك عباره عن 100 كيلو متر في الساعه، مديك نفس الكلام اللي عايز يعمل ديسيلريشن بقيمه عباره عن نص جي. فعايزين من خلال الداتا دي ازاي نقدر نحسب برضو الانرجي ابزورب بالنسبه لي قيمتها كام، وفي نفس الوقت نحسب التورك كاباسيتي بتاعت الاتش برينج على العجله الواحده. يعني عايزين نحسب التورك بس على العجله الواحده مش الاربع عجلات، يعني احنا هنجيب هنا الانرجي بتاعت الاربع عجلات كلهم وفي الاخر هنقسمها على اربعه واحسب التورك او كاباسيتي بالنسبه لي للعجله الواحده قد ايه. ماشي يا شباب كده؟ في حد عنده اي استفسار؟ ده بس مجرد دي هتفكروا فيها بعدين، يعني انت طبعا عشان ما تطبق هتلاقي نفسك عدل الصوره واضحه بالنسبه لك. بس ايه اللي بتتركز ان عندك ايه؟ كايناتيك انرجي في جزء منه بيتحرك حركه لينير موشن او حركه خطيه، وجزء ثاني بيتحرك حركه دورانيه. هتحسب دي وهتحسب دي وتجيب التوتال وتبدا تتعامل معاها بعد كده. تمام. شكرا، ولو في اي استفسار عن اي جزء بالنسبه للمحاضره ان شاء الله. وحضرتك كنت قايل ان فكرك كنت كنا طالبين حضرتك تمد لنا